إجابة السؤال ال 12 من امتحان الوزارة الاسترشادي لعام 2024، امتحان نهاية العام تانية ثانوي مادة الفيزياء. السؤال ال 12 بيقول: غاز حجمه 4 لتر وضغطه 80 ملي متر زئبق، كم يصبح ضغطه عندما يقل حجمه إلى 1 لتر مع ثبوت درجة الحرارة؟ احنا عارفين ان اذا ثبتت درجة الحرارة فان الضغط والحجم بيتعاملوا مع بعض معاملة عكسية. يعني ايه؟ يعني كل ما اضغط عبوة كل ما هصغر حجمها، ازود الضغط الحجم يقل، وكل ما اخفف الضغط او اقلل الضغط الحجم يزيد. يبقى علاقة عكسية. اذا طالما العلاقة عكسية يبقى هقول ان الضغط الاول في الحجم الاول بيساوي الضغط الثاني في الحجم الثاني. ليه؟ لان احنا قلنا ان العلاقة بين الحجم بين الضغط والحجم علاقة عكسية، وده هيقول لنا هيودينا لفين؟ هيودينا إن الضغط مضروب في الحجم بيساوي ثابت، ثابت على طول، أي ضغط نضربه في حجمه يدينا مقدار ثابت. إذا الضغط الأول في الحجم الأول هيدينا مقدار ثابت، واللي هو حاصل ضرب الضغط التاني في الحجم التاني، لأن برضه الضغط التاني والحجم التاني بيدينا نفس المقدار الثابت. طيب هو هنا بيقول ايه؟ بيقول ان الغاز كان حجمه 4 لتر، الحجم الاول 4 لتر والضغط الاول 80 ملي متر زئبق. كويس، 80 ملي متر زئبق مضروب في 4 لتر. الحجم الثاني الضغط الثاني معرفوش، اما الحجم الثاني كان 1 لتر، يبقى الضغط التاني كان كام؟ يبقى 4 × 8 ب 32، ونحط الصفر، ملي متر زئبق. واضح جدا ان مفيش في الاجابة ملي متر، الاجابة بالسنتيمتر. بسيطة، عشان احول من ملي متر لسنتيمتر بقسم على 10، يعني اتنين وتلاتين سنتيمتر زئبق. سهلة، ان شاء الله سهلة.